كانت بداية جنان الغامدي صحفياً متعاوناً في صحيفة عكاظ من الطائف. بزغ نجمه الصحفي حتى قرر رئيس تحرير عكاظ هاشم عبد هاشم أن ينقله للمقر الرئيسي في جدة، المطبخ الصحفي الذي التقى فيه بهذا الصحفي، الصحفي الذي يصفه جنان الغامدي بالأهم في السعودية. مصطفى إديس إلى وضع يده على مادة صحفية رجل مهني رفيع، وأنا أعتقد أنه من إلا ماهد رح يعتبرون في التوب إن لم يكن مصطفى هو يعني أهم صحفي في المملكة العربية السعودية. مصطفى يعتبر ملك العناوين. شلون ملك العناوين؟ يعني المادة الصحفية اللي تقع تحت يده ويطلع منها عناوين يعني مثيرة إلى أبعد الحدود. تذكر مواقف منها؟ كثير. يعني مصطفى كان يشتغل أو الدكتور هاشم سلمه العدد الأسبوعي وهو اللي خطط له واشتغل عليه، فكان أسبوعياً الصفحة الأولى من يعني أول صحيفة هي عكاظ اللي استخدمت الصورة بهذا الطريق. الصفحة الأولى يضع صورة تقريبا على 6 أو 7 أعمدة وعنوان وكبشن بسيط، لكن كانت عناوينه يعني بديعة. يعني أنا أتذكر في قضايا زي السوابق اللي يعني الناس هؤلاء اللي يتعرض لقضية ما جنائية أو كذا فتحسب عليه سابقة، كان النظام أنه 5 سنوات يعني يظل يمنع من العمل. في قضية عن المقابر، في قضية يعني قضايا، في قضية عن تغيير الجنس في ذلك الوقت في الثمانينات. نتكلم تتحدث عن تغيير الجنس. نعم، تغيير الجنس. يعني حصل حالة أو حالتين في واحدة في الطائف في مستشفى وأخرى هنا في مستشفى في جدة، لكن ما حد انتبه لها. يعني ما فاقترصها مصطفى وكلف بعض الزملاء اللي كانوا يعملون معه في العدد الأسبوعي وجهزوا منها قضية، وكانت يعني قنبلة فجرت في البلد على موضوع تغيير الجنس. طبعا جاب شارك فيها مشايخ وشارك فيها متخصصين اجتماعيين وأطباء، وكانت قضية مثيرة للغاية. يعني مصطفى إديس من النوع اللي ما يحب القيود سواء في موضوع الدوام أو في موضوع إعداد المواد الصحفية، فكان الدكتور هاشم يعطيه هذا المدى مرن معه يعطيه هذا المدى ويحاول أنه يعني يكبح أحياناً جماح التجاوز يعني البالغ.